ليه بقى تسمى زميلة؟ عشان واتعلقت راسه فعلا في قبيلة مغاربة جت مع المعز بس قال له خليكوا برا القاهرة اقعدوا برا القاهرة قال انهم كانوا عسكر يعني فاسمها قبيلة زويلة كانت مغاربة فتسمى الباب على اسمهم باب زويلة التسمية الثانية بوابة المتولى بص بقى العرق ده ده بقى اللي كان متعلق عليه المشنقة يعني عرق منه ويعلقوه تاني أهل مصر اتجمعوا قعدوا يبكوا لأنه هو كان بطل كويس كاد أن يقتل سليم الأول كذا مرة لولا خان راجل عربي راح استخبى عنده مش عارف اسمه أول ما قعد عنده جاب المصحف وحلفه ثلاث مرات على المصحف ما يخونه ولا يسلمه قال حلف على المصحف الصبح بقى العساكر المهم الغريب خدوا بقى سليم الأول قعدوا معاه 17 يوم تخيل ان هو عفو عنه فهم منه كيفية إدارة الدولة بيلقوا فلوس منين والخراج بيجي منين والضرايب بتيجي منين وفلوس وفيضان مكاني وماني قال لي يلا يا حبيبي على القاهرة رحت بس زي ما انت عارف جه على القاهرة وماشي جاي كده بص لقى المشنقة قال لهم يا اهل مصر اقروا علي سامحوا يلا عم سامحوني ايه؟ سامحوني ايه؟ اتكلم علقوه ثلاث ايام بقت الناس اللي بتعيط على قال لا انا قلت اللي في الراس الشعبي الناس لما تعدي منها تقرا منين الفتحة دي؟ لطمان باين